بقى عن الاخبار اللي جاي دي في أخبار أنا منتظرها من البدايه عاملين فقره لحضراتكم في الاخبار عن محترفينا في الحقيقه كل اسبوع لازم نتكلم عن اللعيبه المصريين المحترفين في اوروبا المميزين جدا وعملوا بشكل كبير جدا الاسبوع ده كان مستواهم التهديفي قوي جدا نجوم مصر سجلوا ست اهداف عن طريق خمس لاعبين ليخطفوا الاضواء بشده سواء في مباريات الدوري او الكاس شكل كان قوي جدا للمحترفين المصريين البدايه عمين. بالتاكيد بالتاكيد هكون مع محمد صلاح محمد صلاح لاعب ليفربول اللي سجل هدف في شباك ولفرهامبتون في كاس الاتحاد الانجليزي واللي انتهت بالتعادل 2-2 مع الاسف مصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطني وفريق نانت هدف في مرمى فريق فيرا بكاس فرنسا وكمان تألق أحمد حسن كوكا لاعب إلينيا سبورت وسجل ثنائية لفريقه في الفوز الكبير بنتيجة خمس أهداف مقابل شيء ضد ترابزون سبورت في إطار الجولة ال 18 من الدوري التركي. أما عن النني وسجل مع أرسنال في شباك أوكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي ليقود فريقه للتأهل دور ربع الدور الرابع من البطولة وكمان سجل وساعد وصنع مع الهدف الثالث. كمان لو هنتكلم على المستوى العربي سجل أحمد حجازي هدف مع اتحاد جدة في مرمي الشباب لينقذ فريقه من الخسارة ويواصل المنافسة علي لقب صدارة الدوري السعودي للمحترفين